كل حتة في مصر فيها مشروعات ظاهرة للعيان، يعني بنشوفها كده احنا ماشيين في الشارع، مشروعات تنموية، مشروعات طرق، مشروعات اقتصادية في كل حتة في مصر. وفي مشروعات على مستوى التمكين والتعليم وعلى مستوى الصحة وتطوير المنظومة بشكل كبير، ودي مشروعات ما ينفعش عيني تشوفها، يعني عيني تشوف نتائجها، نتناقش مع أول تصريحات تخرج عنها، لكن في مشروعات حقيقية كبيرة. مثلا يعني إذا قلنا شيء بالشيء يذكر، يعني وزارة الصحة، مشروع التأمين الصحي ده مش هتلاقينا بنتكلم عنه كتير، لكنه حاصل وبيتطبق ومراحله التجريبية شغالة. فالمشروعات التنموية الضخمة بتبقى أبطأ شوية في الإعلان عنها، ولكن من ضمن المشروعات الكتير قوي اللي في كل مكان، لدرجة أنه فعلا بقى صعب على الواحد أنه يتابع إيه اللي بيحصل النهاردة في البلد. لكن في واحد من المشروعات بلغتنا كده عليه العين، في قلب العاصمة، في قلب القاهرة التاريخية، ليه مكانة كبيرة جدا، كان من أهم وأفضل التجارب، وده في رأيي الشخصي، في حتى طريقة التعامل مع سكان المنطقة، طريقة التعامل الكريم مع الناس، التفاوض معهم كان بشكل لائق جدا وكان النموذج يعني. وإذا قلنا أنه في كل المراحل اللي حصلت بعد كده يبقى طريقة التفاعل مع سكان ماسبيرو كانت الأفضل والأنضج والأكثر احتراما للسكان، فتفضل بقى منطقة مثلث ماسبيرو واحدة من الأماكن اللي عليها العين. وإحنا رايحين وجايين كده إحنا شايفين منطقة ماسبيرو ومستنين إيه اللي هيحصل، لأنه طبعا مثلث ماسبيرو كان مأساة بكل التفاصيل، شكل الحياة للناس اللي تفاوضنا مع بعض الناس خرجوا إلى أماكن أفضل وراحوا في ضمن خطة حياة كريمة، ناس تانية اتفقوا على أنهم لا يرجعوا، قالوا أنا عايز أرجع تاني في مكاني، فأخذ إيجار سكن لحد ما يرجع. فأول ما بدأت بقى أبراج المرحلة الأولى تظهر اللي احنا شايفينها قدامنا، بدأ بقى الكلام والناس ترجع تهتم تاني، إيه ده، ده طلعت قماش. فمثلث ماسبيرو ظهر منه مجموعة من الأبراج، وهي جزء صغير الصف الخلفي لمثلث ماسبيرو. شفنا تصريحات كتير انه ناس قالت لا شكلها مش عاجبني، وناس قالت حلوه، لا مش حلوه، لا دي هي طلعت مثلث ماسبيرو سكني. فخلينا بقى نسال زي ما اتفقنا النهارده، نسال الاسئله للاشخاص المناسبين. هو فعلا تطوير مثلث ماسبيرو بيتم متابعته بشكل دقيق جدا. دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق تصدر تصريحات كتيره جدا عن متابعته للمشروع. المجموعة من العمارات اللي احنا شايفينها دي هي الصف الأخير اللي هو الأبعد من النيل، وده اللي كان عليه كتير من التساؤلات. طب هو ده سكني؟ طب الناس هترجع فيه إمتى؟ طب هو ده سكني ولا تجاري؟ خلونا نسأل الأسئلة دي كلها المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير باشمهندس عمرو. مساء النور دكتور دينا، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايز أسألك كالعادة، يعني مثلث ماسبيرو أو أي حاجة تخص القاهرة التاريخية عزيزة قوي على القلب، فقولنا على المراحل، وقولنا وزارة الإسكان إزاي بتتابع، وإيه المدى الزمني، لأننا نشوف بقى بعنينا كده التطوير اللي حصل والخطة لما هو قادم. خلينا ابتدي معاك بالمرحلة الأولى اللي احنا شايفينها على الشاشة دي ومتابعتكم ليها. تمام، بشكر انا حضرتك. خليني اشكر حضرتك في الاول طبعا على المقدمه الجميله والخاصه بالجزء التعامل الحكومه ومصر مع اهالينا اللي كانوا موجودين في المكان. اشهد انه كان الافضل، يعني الاهالينا اللي كانوا في المكان لامسينه وحاسينه دلوقتي بعد ما صدقوا بعينيهم وشافوا على ارض الواقع التنفيذ بيتم والانتهاء خلاص، يعني الحمد لله. وزي ما حضرتك تفضلتي قلتي ان ده الجزء الخلفي للعمارات او الجزء المرحله الاولى العاجله اللي تم تنفيذها، وبالفعل وصلنا فيها مراحل تنفيذ يمكن عادينا ال 90% و95% في بعض الابراج. وطبعا دي كانت من متابعه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان يوم الاربعاء الاسبوع ده للموقف التنفيذي للمشروع باستمرار. طبعا بيتم متابعته عن طريق معالي الوزير اسبوعيا، وبالذات الجزء ده. ليه الجزء ده؟ لانه اهالينا اللي صبروا كتير في المكان ده وشافوا قد ايه المأساة اللي كانت موجودة وقد ايه الخدمات، فقر الخدمات اللي كان في المنطقة. بالفعل الحكومة اتعاملت يعني بحكمة كبيرة جدا مع الموضوع، سواء بتعويض الأهالي أو بتعرضه عرض الاختيارات المختلفة، سواء بالعودة والسكن في المنطقة أو السكن في مكان آخر، أو بشكل يدفع الحكومة تدفع الإيجار مؤقتا في مكان إيجاري لحد ما يرجع للوحدة السكنية. وبالفعل ده حصل. الحمد لله دلوقتي انتهت وبدأنا المشروع. الصور اللي سيادتك بتعرضيها دي فعلا ابراج السكن البديل اللي الاهالي ان شاء الله هيرجعوا فيها في القريب العاجل جدا. ايوه ده بقى سؤالي المهم.
كم او نسبه قد ايه، كم في الميه هيرجعوا من اهالينا اللي كانوا في مثلث ماسبيرو هيرجعوا يعيشوا في العمارات الحلوه دي؟ احنا طبعا يمكن يتخطى ال 913 اسره من اللي ابدوا رغبتهم ان هم يرجعوا في المكان ده. في نسبه قليله طلبوا ان هم يروحوا اماكن مدن جديده، وفعلا اتحقق لهم الامنيه دي وراحوا مدن جديده. في جزء من اهالينا اللي هم هيقعدوا في الاماكن دي اتحدد لهم رغبات وتم التعاقد معاهم، وبالفعل يعني بالتعاون طبعا مع صندوق تطوير حضري ومحافظه القاهره تم تنفيذ وحدات ايجاريه، او يعني تمكينهم من وحدات ايجاريه، والحكومه هي اللي تدفع ثمن الايجار الشهري لحد النهارده من ساعه ما بدانا المشروع لحد ما يستلم شقته ان شاء الله، بيدفع له الايجار للوحده السكنيه اللي هو قاعد فيها. الوحدات دي ان شاء الله زي ما حضرتك شايفه كده احنا تخطينا فيها نسبه الانجاز يمكن 92-93%. عندنا ابراج السكن البديل، عندنا يمكن حوالي 5 ابراج، عندنا ابراج سكنيه اخرى حوالي برجين، عندنا برج زي ما حضرتك شايفه في المنتصف برج استثماري، ده هيكون يعني في انشطه استثماريه تفيد اهل المنطقه وتفيد اهل القاهره، وفي برج الانشطه الاداريه اللي هو الاصغرهم اللي على الجهه الجنوبيه. فزي ما حضرتك شايفه كده التوجيه الفكره السياسيه دايما، وكان يعني بمتابعه الدكتور عاصم جزار باستمرار انه اول ابراج تخلص هي السكن البديل، اهالي المنطقه اول ناس ترجع تسكن في المكان الاول. يعني وبعدين اتفضل. انا بس يعني اقصد انه بعض الناس بتقول شكل العمارات دي مش تجاري، احنا كنا متخيلين ان احنا هنشوف ابراج اداريه شكلها مبهر قوي زي بتاعه العاصمه الاداريه زي العالمين مثلا. برضو حضرتك وضح لنا في المخطط دي مرحله اولى، هل في متوقع شكل اخر او المراحل الثانيه من تطوير مثلث ماسبير وشكلها ايه، وايه اللي ممكن يعني ايه تصور الحكومه لهذا المكان غير زي ما حضرتك قلت كده 5 ابراج منهم السكن البديل للناس اللي كانوا ساكنين في المنطقه دي لازم يرجعوا بسرعه، وزي ما حضرتك قلت تم التعاقد معاهم. مظبوط، هو فعلا المخطط الكامل والصوره الكامله هتبقى حاجه ان شاء الله مبهره جدا في منتصف العاصمه. العمارات اللي حضرتك شايفاها، وهي طبعا انا بختلف شويه في حته ان هي مش مبهره، لا بالعكس هي مناسبه جدا لنشاط الوظيفه اللي اتصممت علشانها كمنطقه في منتصف القاهره في منتصف العاصمه، وهو ده كان التصميم بتاعها المعروض من البدايه مش كده؟ مظبوط يا فندم، هو نفس المخطط، لكن طبعا عندنا لسه احنا بنتكلم النهارده احنا شغالين على الارض 6 مشروعات. سكن البديل والجزء الاداري والتجاري وابراج النيل ماسبيرو بدانا فيها الحمد لله يمكن من حوالي 4 شهور، وعندنا منطقة تجارية ومنطقة ترفيهية كبيرة في منتصف المشروع عشان تفيد أهل القاهرة وأهل المنطقة بالكامل. عندنا مجموعة أبراج هتبقى بشكل مناسب وهائل جدا برضو على واجهة شاطئية للنيل. عندنا مجموعة برضو من الأنشطة اللي هتبقى فيها اتصالية كاملة مع كورنيش النيل، يعني الأبراج اللي حضرتك شايفاها دي اللي اتنفذت لأهالينا في المنطقة فيها اتصالية سواء باتصالات سطحية أو بأنفاق لحد نهر النيل مباشرة لكورنيش النيل. اللي هي هتبقى مطله بعد كده على ممشى اهل مصر اللي حضرتك طبعا بتتابعونا معاه وشفتوا قد ايه شكل المنظر الجمالي. وهو دي اول مرحله متكامله. المثلث نفسه احنا النهارده شغالين على الارض على 25% من المساحه، لسه احنا شغالين على المشروع لسه ضخم ولسه مستقبلي. المشروع قدامه مدى زمني قد ايه؟ يخلص امتى يا باشمهندس؟ احنا طبعا المرحله دي الحمد لله احنا اللي خلصناها دي، يعني على قدامنا يمكن شهر ونص بالكثير ويبقى فيها ان شاء الله تسليمات للاهالي المنطقه. وعندنا طبعا ان شاء الله منطقه ابراج الماسبيرو ونيل ماسبيرو بنتكلم في حوالي برضو يمكن 4 ابراج شغالين فيهم، بدانا فيهم من 6 شهور وكان طبعا مخطط لهم 18 شهر ان شاء الله. لكن كان طبعا والهم الاكبر والاوحد ان هو نطور المنطقه، وده اللي بيحصل. لو حضرتك تلاحظي يمكن ما بتجيبش الصور دايما بتجيب شكل الابراج بس، لا احنا تحت الارض شغالين في انفاق بنظام متطور جدا، مجموعه انفاق للمرافق، مجموعه انفاق للخدمات، مجموعه طرق محترمه جدا هتخدم المنطقه، لان الناس كانت دايما في بعض التشكيك انه المنطقه زحمه وازاي تعملوا طرق وازاي تعملوا زي منطقه سكنيه بالحجم ده. لا احنا عندنا اي يعني برج في ناس سالت الناس هتركن فين؟ يعني مظبوط، اي برج يحتوي على بوديوم يحتوي على طابقين يتسع للسيارات، كل برج يحتوي على اقل واحد فيهم بيتسع ل 350 سياره 353 سياره ده اقل واحد فيهم، في ابراج اخرى تتسع لاكثر. فكل برج تحتيه بوديوم جراج منطقة تجارية تخطيط بقى، يعني تخطيط. خلينا نشوف ثمار التخطيط الحقيقي ونشوف ان ده بيحصل فعلا في الارض، مش انه زي ما كان بيحصل قبل كده يبني المبنى وبعدين يبقى فيه تفاصيل تانية كتير بقى. مظبوط، تخطيط مستدام فعلا لاهل المنطقة وللسكان ورواد المنطقة فيما بعد، لما هيجي هيلاقي باركينج كبير، هيلاقي مكان يركن فيه، هيلاقي خدمات موجودة في المنطقة، وهيلاقي اتصالية مع الطرق المحيطة. احنا عندنا حضرتك المشروع بيطلع على طرق 3 طرق هامة، 6 اكتوبر
و26 يوليو، وطبعا كورنيش النيل مع طريق الجلاء. فكل المنطقه دي هتتخدم من منطقه مثلث مدينه نفسها. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو خطاب متحدث باسم وزاره الاسكان. وتاني خلينا نقول طبعا حق الناس تسال، طبعا حق الناس تنسى، يعني المشروع بدا من فتره، فحقنا نقول ايه ده، هو ده مثلث ماسبيرو؟ لا، اذا كنا سالنا دي المرحله الاولى من مثلث ماسبيرو، ودي الخطوه الاولى لاعاده تسكين اهل المنطقه، ودي بالمناسبه حاجه محترمه جدا وكريمه. ولازم نفكر نفسنا كده انه اذا كان بيحصل في مشروعات كتير وفي اماكن كتير بيحصل ان ناس تضطر تسيب اماكنها لانه في مشروع كبير بيحصل في المكان ده، ارجعوا شوفوا اللي حصل في مثلث ماسبيرو كمثال. يعني إذا كان في تعامل من وزارة التنمية المحلية وزارة الإسكان دايما بيحصل فيه توأمة كده في مسألة الناس اللي هتمشي دي هتروح فين، هتاخد تعويضات قد إيه، مثلث ماسبيرو نموذجا. فكرة أنا بالنسبة لي هي فكرة كريمة جدا إنه شخص كان ساكن في المنطقة المميزة جدا 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 دي، لكن كان بيته قديم ومتهالك وكان حواليه أجواء صعبة جدا لا تليق بالعاصمة ولا تليق أصلا بيه هو شخصيا كمواطن. فكرة أن الراجل ده نفسه يرجع تاني في العظمة دي بالنسبة لي مبهجة. ومحدش بقى يقول حظوظ، لو حظه حلو احنا فرحانين ان حظه حلو. لو هو خد الفرصة الكبيرة دي من الدولة والبرج في العمارة اللي جنبه بيتباع بملايين، فدي حاجة كريمة جدا جدا وحاجة مهمة جدا ومن حق الناس دي علينا. كان توضيح مهم من الهندس عمرو الخطاب، وكان متابعة مهمة كمان لأن معظمنا بيمر من هناك ودايما عندنا ترقب لمشروع مثلث ماسبيرو بشكل كبير.